في تصريحات محمد صلاح الصادم عن ترتيبه في الكرة الذهبية ويهين منظميها. أول بيان عاجل من كريم بنزيما بعد مباراة ليفربول وستهام ظلم محمد صلاح. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. في تصريحات محمد صلاح الصادم عن ترتيبه في الكرة الذهبية ويهين منظميها، أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا أدنى فيه يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب واقعة اعتراضه على عدم احتساب خطأ لصالح الدوري المصري محمد صلاح. هداف الريد ضد البرتغالي برناردو سيلفا جاء نص بيان الاتحاد الإنجليزي كالتالي: يورغن كلوب متهم بسوء السلوك والتصرف الغير لائق وخرق لوائح العقوبات في مانشستر سيتي بالدقيقة 86 من المباراة. وأضاف البيان: يورغن كلوب لديه حتى يوم الجمعة للرد على التهمة، وقد يواجه غرامة مالية ومنع من الحضور في حال إثبات التهمة. واعترض يورغن كلوب بشكل كبير خلال مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف للنجم المصري محمد صلاح. أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على تواجده في المنطقة الفنية أمام وستهام في المباراة التي ستجمعهم غدا على ملعب الأنفيلد ضمن منافسة الجولة 12 من مسابقة البريمير ليج. أول بيان عاجل من كريم بنزيما بعد مباراة ليفربول وستهام سبب ظلم محمد صلاح. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن فحوى الحوار القصير الذي دار بين نجم فريق ليفربول محمد صلاح ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد مباراتهما يوم الأحد الماضي، وتلقى الفريقان في قمة منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليفربول بهدف دون رد على ملعب الأنفيلد، وجاء فوز ليفربول بفضل محمد صلاح الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 75. وبعد المباراة شهد محمد صلاح وهو يتحدث لعدة لحظات مع بيب غوارديولا، حيث لوحظ أن النجم المصري يضع يده على فمه خلال الحديث، ولكن قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي قام بتحليل حديث غوارديولا مع محمد صلاح، وبينما تظل كلمة الأخير لغزا يعتقد أنه كشف عما قاله المدرب الإسباني. وقال كاسيدي حسب ما نشرت صحيفة مرو الإنجليزية عن بيب، قال لمحمد صلاح: أتمنى لك موسما جيدا، مباراة جيدة. ليونيل ميسي يحرج الكريم بنزيما بعد ظلم محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية. حالة من الجدل أثرها حصول الدوري المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، وعلقت جماهير ليفربول الإنجليزي بقوة على حصول نجم الريدز على المركز الخامس، حيث أجمع أغلب الجماهير على أن الفرعون تعرض للسرقة، حيث قال أحد المشجعين: يبدو أن محمد صلاح في كل عام يحتل مرتبة أقل مما ينبغي، نحن نعرف كم هو رائع وهذا كل ما يهم. وأضاف آخر: لقد قلتها العام الماضي وسأقولها مرة أخرى، محمد صلاح هو اللاعب الأكثر ازدراء في كرة القدم العالمية. عدد المرات التي تعرض فيها للازدراء في مراتب أعلى على منصة التتويج، بينما أضافت صفحة جماهيرية إنجليزية: احتل محمد صلاح المركز الخامس في تصنيفات الكرة الذهبية 2022، اللاعب الأكثر ازدراء في كرة القدم. ورأى آخر: محمد صلاح كان يستحق التواجد في المركز الثاني بالنظر إلى الموسم الذي قدمه، ويعتبر هذا الترتيب هو الأفضل في تاريخ النجم المصري في رابع المرات التي ترشح فيها للجائزة العريقة، وتكرار لما حدث في موسم 2019 حيث ظهر صلاح لأول مرة في عام 2018 بقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، وكانت بداية تألقه مع ليفربول. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على ترتيبه في حفل الكرة الذهبية وظلم محمد صلاح. حل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس في ترتيب قائمة 30 لاعبا المرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين في مسرح دوشاتلي في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء منتخب مصر في المركز الخامس خلف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالجائزة، ثم السنغالي ساديو ماني والبلجيكي كيفين دي بروين والبولندي ليفاندوفسكي. ماني يعلق على قيادة محمد صلاح لليفربول للفوز على مانشستر سيتي. علق السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ على فوز فريقه السابق ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة المصري محمد صلاح، وتغلب ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الجولة 11 للبريمير ليج.
ماني الذي غادر ليفربول في الصيف وانتقل إلى بايرن ميونخ شارك في فوز فريقه اليوم بخماسية دون رد أمام فرايبورغ وسجل هدفا. وقال ماني في تصريحاته لصحيفة بيلد بشأن فوز ليفربول: أنا سعيد جدا للأولاد أنهم هزموا مانشستر سيتي. وأضاف: لما استطاع المشاهد لأننا كنا في الحافلة، لدي ثقة كبيرة بالفتيان والمدرب بأنهم سيعودون إلى القمة. أول تعليق من محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. علق الدوري المصري محمد صلاح على فوز فريقه ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسة الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتازة. وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 76 بعد تمريرة طويلة من أليسون ومراوغة رائعة من الفرعون المصري لينفرد بيدرس ويضعها الشباك. وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: مانشستر سيتي دوما يسيطر على الكرة ويستحوذ، لكن النقاط الثلاث مهمة للغاية. الفوز في مباراة اليوم نأمل أن يمنحنا مزيدا من الثقة، لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن علينا الاستمرار والقتال. وأضاف: لا أشعر بالقلق عندما لا أسجل فرصة، لكنني أشعر بالقلق عندما لا تأتي الفرصة. كنت أعلم أن الفرصة الثانية ستأتي لي حتى نجحت في التسجيل. بيبي غوارديولا يوضح محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية غدا. كشف هارفي ليوت لاعب فريق ليفربول الكلمات التي قالها محمد صلاح له في انتظار مراجعة هدفه أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا من قبل تقنية الفيديو. وبدا هارفي ليوت متوترا خلال فترة انتظاره لقرار تقنية الفيديو، وظهر محمد صلاح خلفه ويشد من أزره. وقال ليوت في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: لقد كان هناك القليل من المشاعر المختلطة، لكي نكون منصفين كنت منزعجا ولم أتضايق في نفس الوقت. وأضاف: من الواضح أن الاضطرار إلى الانتظار ليس أفضل شعور في العالم، لأكون صريحا لا أحب حقا انتظار الأشياء بشكل عام. وواصل: لكنها كانت لحظة مميزة بالنسبة لي، كان مو هناك في الخلفية وظل يهمس في أذني، إنه هدف. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب الظلم الذي يتعرض له المصري محمد صلاح في أوروبا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.